انه انا حتى لما ارجع قليلا ورا ابو بدر اقول والله يا اخي صراحه يا زين اللي لبس رقم 9 بعد ماجد يا حمد الله، ويا زين اللي لبس رقم 11 بعد محاسن يا مرابط. لذلك صراحه اسماء يعني بالفعل تذكرنا حتى بزملائنا الاخرين، 6 بيترس، 8 طبعا يحيى الشيري، رقم فهد الهريفي المحبب له. لذلك انا اقول انه بالفعل الان لاعبين النصر بالعكس يملكون الشخصيه والكاريزما القويه، وايضا كذلك يملكون انهم بطل. يعني لما تكون انت بطل وتثق بالمساله هذه فمعناته انك راح تحقق بطولات. جميل.